ستاند باي، كله يجهز. جاتني فكرة، أتذكر كمان
كانوا يشتغلوا مع ام قندوس رحمه الله عليه كانوا يمسكوها كده كده كانوا اهل الاول يدقوا عليها. بس ايش راح تستفيد من كده يا عمي؟ دحين تشوف صبرك بالله. اسمح لي اسمح يا جماعه زي ما وريتكم كده بالظبط. شوف كلهم مطاعين دحين تتكلم على حالهم. شايف كيف؟ شايف؟ نظام منظر واحد ترتيب بكده يا ولادي تطلع التلحينات مظبوطة ما فيها أي شلات. الله يخليكم. شوف نشاز مين شناز؟ كل واحد والله تفضلوا كله خلوكم على كده اصحاحت فيكم يغير ولا يبدل ترى انا عيوني معكم عشرة عشرة. علي يا جماعة سيروا عشان خاطر نبدأ نبدأ اخوي عارف عارفها شوف شغلك انت كأني عاد انا صق ما اعرفها. ها؟ ايش هي الكلمة؟ الكلمة ايه؟ اقول نعم ايش رايك كده نتعاون بيننا؟ تقولها انت مرة وانا مرة وتعطيهم الاشارة انت مرة وانا مرة انا ماني علاني اديهم انت الاشارة احسن مرة. الله يوفقك ويرضاك. انت معاي؟ يا مركب
كل شيء الا ممكن. تصور انه دقهم اخر استوديو داي، اخر استاذ داي، لكن بيني وبينك شكلهم اخر شناز. ابني اللي بتقول كده مو انا، لازم يعودوها استاذ باي. بس انا شايف ان التسجيل صح وما في داعي للاعاده. يعني ايه يا ولد؟ بتعلمني انا؟ طيب عاد، انا لما اقول اعيد يعني نعيد، مفهوم؟ يا ولد، عمك كردوس مطرب كل العصور والأزمنة، أسطونا من أساطين الطلب. شايف يا حسرة كيف دموع الفن بتشقت من عيني؟ رحمة الله عليك يا أبو الكراديس. تعرف لما كان يصقع المجس البلد كلها كانت توقف على رجل واحدة. يا سلام، ورجل تاني كانت تنهد على اوتار صوته اللي عمرها ما جندت. طيب ليش ما سمعنا تسجيلات الاذاعه والاسطوانات على الاقل؟ تسجيلات ايه واسطوانات ايه؟ انت مجنون يا ولد؟ دا كان رحمه الله عليه اكره ما عنده تسجيل. تعرف لما كان يحضر حفله ويلاحظ احد بيسجل له يتعفرت ويقطع الاشرطه ويكسر المسجل. اجل انت كيف سجلت له؟ عاد انا هو هناك جنب الاخوان يا ولد،
تعرف قبل ما يموت رحمة الله عليه قال لي اسمع يا مهنا انا رايح اهديك هدية عمري ما هديتها لاحد غيرك ابدا. سجلك الاشطار. وش صيرت علي اني لا اسمعها لاحد ولا اديها للاذاعة ولا اطلع الصورة. وكيف سمعتني اياها انا؟ لا عادي انت يا وليدي ولد اخويا ثم يعني فنان وما عندي امنية الا انك تحيي ذكري كردوس والفن لكراديس. ده بقى للاستعمال الشخصي يا ستي. يعني ايه يا نزار؟ يعني هو الا تغلطي وتاخدي انت منه، انت ما بياخدش منه الا الرجاله. يوه ما انا عارفه انه سيدك مش جاهز. استنى اسمعي يا نزار، ايه رايك لو نحطه له في الشاي؟ والله فكره، بس انا خايفه لا يغير طعم. عيب يا ست عيب، عمي بهلول العطار لا يمكن يعمل حاجه تنكشف بالشكل ده. يعني تفتكري ان سيدك مش هياخد باله؟ وين حد غير طعم الشاي ولا لونه؟ سيدي ما بياخدش باله وهو بيشرب. على رايك. اسمعي يا نزار، انت خدتي بالك من المناجيل اللي بتطلع؟ الفنجان ده بتاع سيدك مش جاز، اوعي هاني يشرب. ما تخافيش يا ست، نزاجة مفتحة قوي وتعجبك قوي قوي. يلا كش. وكش ليه؟ كش وخلاص. انا قلت لك كش يعني كش. وصول اللعب مالي مالي بوصول اللعب. ما قلنا انا عم قلت اقول عليه يمشي. حاضر. ها ايوه كده تعجبني. اتفضلوا الشاي. اعطي يا اختي هناك وروحي بس. كده خلي بالك يا سيدي، السكر زيادة في الفنجان ده. يا بنت الناس فارقينا بالطيب، مالك شغل، روحي وفارقينا. حاضر. كش جوا. حاضر. هاب ما تقل دمها. على كل حال ما راح يكون اتقل من الشاي هذا. ول هذا حلا زايد كأنه شربيت. وهذا حلال اقص مر كانه علقم. هب ما قلت لك؟ هات يا وليدي هات هات انا اوريك. كده ضبان بطيء. معقول حلال متوسط. كردوس رحمة الله عليه كان دايما يحب الشاي حلاوة أصلاً. على فكرة يا عمي دحين التسجيلات هذه اللي بتسجل لي هي ناوي تحطها في الخزنة مع أشرطة عم كردوس؟ والله يا ولادي لسه ما فكرت، لكن يمكن يمكن كده أديها للإذاعة ولا للتلفزيون. والاسطوانات. اسطوانات؟ هو اللي بقى علينا. يا ولاد الاسطوانات احب تعرف للفنانين اللي يرضوا يبيعوا اصواتهم بست ريال. لا 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 يا عمي. انا من رايي ان الاسطوانات شيء مهم بالنسبه للفنان. مهم عليه؟ علشان الفلوس. طيب تعرف تحفه؟ تحفه مين؟ تحفة صاحب بالصوانات تحفة فوق. هذا صديقي من الروح للروح، ولد حالتي، كنا متربيين سوا من أيام ما كنا نجري ورا الحمير في الحارة.
لكن عاد لما كبرنا الله سبحانه وتعالى فتح علينا. انا صرت يا ولادي سميع اسكلانسي درجه اولى. هو صار تاجر فن اخسلانسي درجه اولى. يلا تحفة هذه يا ولادي. كيف؟ ايه تحفة هذه يا ولادي. يا محاول معايا المستحيل علشان ياخذ اشرطة عمك كردوس ويطبعها اسطوانات. لكن على مين يا كردوس؟ ما قدس دفع لي مبالغ طايلة برضه ما عرض علي اني ايش اكون شريك برضو ما فيش فايده. لكن هاي يا ولادي هاي قوم يا الله انت نمت يا ولادي. قوم 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 انا عامل اسوي اللي نايم. قوم قوم شو ما هذه اللعبه. شو قوم شو كيش. بهلول العطار يا ستي. لا مؤاخذة يا ست هاني، أنا أصلي جاي جاري الدكان. أهلا وسهلا، اتفضل افتح يا عم بهلول. مش هرتاح إلا لما أعرف الأول الحق اللي خدتيه مني فين يا نزاقة. الحق اللي خدته النهاردة؟ أيوة. ماله؟ طلع غلط. غلط؟ يعني إيه؟ لا مؤاخذة يا ست هاني، إدي بها حق غير الحق اللي هي طالباه. إدوني الحق الغلط وخد الحق التاني. ونديك الحق إزاي بقى إذا كنا استعملناه؟ استعملتوه؟ استعملتوه إزاي؟ حطيناه في الشاي. يا نهار مش فايت، حطيتوه في الشاي. ايوه. والشاي شرب؟ طبعا من بدري. ده كان فيها بندوم يا عشريطتي فين؟
بعيوني شايلهم يا كردوسي يا سلام. اما ايش داسسهم في صندوق حديد؟ شوفوا هناك يا كردوسي. صندوق حديد؟ هو مو حديد يعني حديد لدكك انت الله يهديك، الا ما يعني. فين الصندوق يا مشكلة؟ اخ شوفوا هناك كيف ما مناسب. دوبو كان هنا حتى سالاني ولد اخويا مو كده؟ هاني يا ولد، يا ولد فين رحت؟ هاني يا ولد، لا صدقني دوبو كان هنا يا ولد، يا ولد لا تدور عليه يا مشقاص. لا تدور عليه يا مشقاص، اللي سرق الصندوق سرقه هو كمان. هاني ولد اخوك ثروة فنية يا مشقاص. وش تبغى انا اسوي دحين؟ انا مالي شغل. دبر نفسك. انا ما اعرف الا شريطتي. حاضر. ترى اذا احد سمعها غيرك لا تلوم الا نفسك يا مشقاص. ابدا ابدا احد يسمعها كيف؟ رجع عينك قد الريال. حاضر يا كردوس. الاشرطه. حاضر. الاشرطه. حفوقه باذن الله يا ست هانم. طب يلا بسرعه عمي بهلول احسن من ساعتها وهو بيهلوس. ما تخافيش يا ست هانم، هو فين لا مؤاخذه. تعال ورايا. حاضر حاضر حاضر. من عيوني ابو الكراديس. لازم ادور على الاجرة، لازم ادور عليها واجيبها. طبعا هذه امانه امانه. الله امانه ما اقدر افرط فيها. لازم اجيبها، لازم والله اجيبها اجيبها لازم اجيبها. خذي يا نزاكا القطه دي، فوقي الاستاذ هاني على ما فوق انا الاستاذ مشقاص. لا عيب ابو الكراديس، عيب. انا اخوك. عيب ابو الكراديس، انا اخوك والله. اجيبها لازم اجيبها. انا مهلول يا استاذ مشقاص. لا لا لا، ما انت مهلول، انت كردوس. ليه؟ ليه؟ اصحى. ليه؟ 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 صندوق الحديد هنا ما انصرف. سلامتك يا مشقاص، انت بتهلوس. بهلوس يا سندلر، يا الله يسامحي. لكن قولوني كردوس فين؟ فين كردوس؟ اعوذ بالله، ده كان كابوس. الحمد لله اللي جت على كده. اما ايش فاتك منظر؟ يا سلام، فاتك نص عمرك يا ولد. فين رحت ساعات مع عمك كردوس هنا؟ سودت لي وجهي قدامه. كردوس مين بس؟ ده ميت بقاله سنين. انت بتحلم. هاني كان نايم جنبك هنا. نعم نايم؟ يعني انا كنت نايم كمان؟ ايوه، ودلوقتي فوقتم عن اذنكم. مو معقول، انتوا ناويين تجننوني؟ عم كردوس كان هنا وكلمني وكلمته بعظمة لساني. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. التليفون يا سيدي. النظارة يا اختي بسرعة. حاضر. النظارة بسرعة. حاضر. بسرعة. طيب. نعم. أنا مش قاف. أنت مين؟ يا هلا. يا هلا يا هلا يا ابو الكراديس، كيف حالك يا كردوس؟ مو معقول.